قالت مديرة الجيولوجيا والتعدين في شركة القمر للطاقة والبنية التحتية هيلان النجار إن الشركة ستنتج أول برميل نفط من الصخر الزيتي الأردني على نطاق تجاري. وأضافت النجار خلال محاضرة علمية أن عملية الإنتاج ستتم عبر إنشاء أول محطة تجريبية للتكنولوجيا البولو كراك بسعة 50 طنا يوميا كمرحلة أولى لتصل للحد الأقصى البالغ 96 ألف طن في اليوم، ما يلبي نصف احتياجات الأردن السنوية. ويذكر أن شركة القمر هي شركة أردنية خاصة يملك أسهمها مستثمرون أردنيون وهنود، وتعمل منذ العام 2012 في حقل استغلال الصخر الزيتي الأردني. ومعنا مديرة الجيولوجيا في شركة القمر للطاقة السيدة هيلانا النجار. أهلا بك سيدة هيلانا. سيدة هيلانا، يعني بالبداية دعينا نتحدث عن تكنولوجيا البولو كراك، إذا لفظتها صحيح. البولو كراك، تكنولوجيا البولو كراك، تمام. أول شيء هاي التكنولوجيا هي تكنولوجيا هندية. نعم. تم اختراعها على يد عالم هندي. ليش تم اختيار هاي التكنولوجيا البوليكراك للصخر الزيتي؟ لأنه معظم تكنولوجيات الصخر الزيتي في العالم للأسف لم تنجح في معالجة الصخر الزيتي الأردني، خصوصا أنه أهم المشاكل اللي بتواجهها بالصخر الزيتي الأردني هو ارتفاع نسبة الكبريت، إضافة أنه ما في منتجات نهائية، فأنا بحاجة إلى مصادر البترول حتى أحصل على المنتجات النهائية، فهاي كمان بتؤدي إلى عدم جدوى اقتصادية لأن التكلفة بحتاج إلى تكاليف إضافية. فإحنا اخترنا تكنولوجيا البوليكراك لأنها هي التكنولوجيا الوحيدة في العالم التي لديها محفز غير متجانس، فبالتالي أنا بحصل على أي منتج من منتجات المشتقات البترولية كمنتج نهائي. بالإضافة أن تكنولوجيا البوليكراك هي تكنولوجيا ممكن يدخل فيها أي مادة هيدروكربونية وتستطيع معالجتها معالجة نهائية، بحيث أني أنا بحصل على منتج نفطي ينافس النفط التقليدي خالي من الكبريت، بالإضافة أنه أنا ليس بحاجة أي تكاليف إضافية لإرساله لأي مصاف البترول، وبالتالي أنا بحاجة أني أنا أكون متأكدة تماما من الجدوى الاقتصادية لمشروع الصخر الزيتي باختيار تكنولوجيا مناسبة. طب متى من المتوقع أن يتم يعني أول إنتاج لبرميل نفط؟ احنا حاليا في المرحله النهائيه، يعني احنا بنهايه هذا العام باذن الله بعد الحصول على موافقه من وزاره الطاقه والثروه المعدنيه سيتم شحن الوحده التجريبيه الى الاردن، حتى نهايه عام 2012 سيكون اول انتاج لبرميل النفط من الصخر الزيتي باذن الله. طب سيده هيلانا، اذا ما تحدثنا عن الكلفه، يعني ما هي الكلفه لانتاج يعني برميل نفط واحد من الصخر الزيتي؟ هلا انا رجعت حكيت لك انه اهم نقطه عامل اساسي اني انا احصل على تكنولوجيا بتنتج لي منتج نهائي ذو تكلفه قليله، فبالتالي انا بنتج حاليا منتج خالي من السلفر ومنتج نهائي غير بحاجه لمصافي البترول، فانا تكلفه انتاج البرميل كانت عندي 32 دولار، فمهما تذبذبت اسعار البترول فانا بحافظ على الربح والجدوى الاقتصاديه المجديه لمشروع الصخر الزيتي الاردني. طب اذا تحدثنا عن الجدوى الاقتصاديه يعني من الاستثمار يعني في انتاج النفط من الصخر الزيتي، يعني برأيك هل هي مجدية؟ نعم مجدية إذا تم اختيار وضع استراتيجية واضحة، اختيار تكنولوجيا مناسبة، بالإضافة والأهم من هاي كلها أنا يكون عندي برضو الأرض اللي أنا فيها الصخر الزيتي يكون الصخر الزيتي ذو نوعية جيدة، بالإضافة أنه إحنا الأردن إحنا ثالث دولة في العالم في الصخر الزيتي ذو نمتلك احتياطي 100 مليار طن، فإحنا واجب علينا نبلش أول مشروع صخر زيتي، وطالما أنه تم اختيار التكنولوجيا المناسبة فأنا واجب علي أني أنا أمشي أول خطواتي في الإنتاج، كون أنا عندي ثروة هائلة في الأردن ذو جدوى اقتصادية، فمعناته أنا بقدر أبلش مشروعي. بالإضافة أنا محكي 32 دولار سعر تكلفة البرميل الواحد، مهما كانت أسعار البترول سواء كانت 50 سواء كانت 40 45 فأنا الربح ضاميته من المشروع، هاي طبعا تكلفته بإضافة كل الضرائب حتى الضرائب الحكومية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية. طب كم يحتاج من الوقت سيدة هيلانا يعني إنتاج برميل نفط واحد من الصخر الزيتي؟ ما بيحتاج، أنا باليوم بقدر أنتج 45، أنا رح أشغل أول وحدة، رح تكون أول وحدة تشغيلية في الأردن بسعة 50 طن من الصخر الزيتي، بمعنى إنها رح تعطيني 47 برميل من الصخر الزيتي يوميا أنا بنتج. طيب هل هناك تسهيلات حكومية لكم كمستثمرين يعني في مجال الطاقة بخصوص الصخر الزيتي؟
في بعض المرات يكون طبعا في دعم في تشجيع، لكن في بعض المرات للاسف نواجه بعض المعيقات، وهي المعيقات احنا بنواجهها لانه ما في ارشاد كافي لتكنولوجيات الصخر الزيت. يعني احنا واجهنا بعض المشاكل حتى قدرنا نوصل للتكنولوجيا الصح، يعني احنا صرفنا سنتين فقط في بحث عن تكنولوجيا، واحنا اشتغلنا في عده تكنولوجيات حتى قدرنا نوصل لهي التكنولوجيا. لكن في الإضافة أنه إحنا كنا بحاجة أن الحكومة تكون عندها على دراية وعلم كامل أنه ما هي التكنولوجيات اللي تصلح للصخر الزيت الأردني، ويكون في تجارب مسبقة حتى ترشد الشركات. يعني إحنا الآن بنحكي عن معظم شركات الصخر الزيتي، في شركات من 2006 لحد هاي اللحظة ما قدرت تمشي خطوات للأمام بسبب أنه ما في تمويل لهيك مشاريع. ليه؟ لأن التكنولوجيا ما كانت مساعدة، تكلفة إنتاج البرميل كانت توصل 80 دولار وإحنا حاليا نحكي عن سعر البرميل 60 دولار، فمعناته فعليا أنا محكي بدي أبيعه ب80 وهو 60، ففعليا المشروع غير مجدي. فللأسف إحنا كنا بحاجة أنه تكون في شيء واضح أو ملموس من الوزارات حتى أنه تتوجه الشركات بطريق صحيح وتمضي قدما حتى أنها نستغل هاي الثروة المهولة في الأردن ونعتمد على نفسنا ويصير عندنا أمن التزود في الطاقة. نعم، إذن المديرة الجيولوجية في شركة القمر للطاقة سيدة هيلانا نجار، شكرا جزيلا لك.